الو نعم الو علي تفضل علي تفضل اتع الهواء هذا بس بردي والله تفضل اتع الهواء اسمعك منو جايه على مواليد 77 جايه من الشهر رياض جايه من الشهر رياض 9:30 الساعة 2 رياض اسمعني من التليفون بلا زحمة ركز على التليفون اوكي 9:27 انت من مواليد برج الدلو ارقامك 4 و8 و9 شنو سؤالك رياض حتى جاوبك على اكثر اسئلة ببالك رياض صوتك طبعا مو واضح بس من ناحية الحظ انت من النوع اللي مع الأسف حياتك يعني مو من النوع اللي محظوظ حياتك مليئة بالصعوبات او التحديات الشيء اللي تريده تحصله بتعبك واجتهادك وليس على عنصر الحظ تتحمل مسؤولية اكثر من اللازم وتطلع لك مشاكل انت بغنى عنها نجاحك بالحياة يعتمد على اجتهادك ومثابرتك وليس على عنصر الحظ هذا لازم تخليه ببالك يعني هذا الشيء ما يتغير على طول العمر مو معناه ما تنجح تنجح بس بتعبك واجتهاد أو بعد عناء طويل الفترة الحالية فترة إيجابية لك إذا أنت تشتغل على سبيل المثال في مجال البيع أو الشراء فترة إيجابية لمواليد برج الدلو تكون عندكم فرص إيجابية لحد اليوم الفجر كانتكم فترة 27 يوم تقريبا الماضية فترة إيجابية من ناحية مالية حاليا وصاعدا وضعكم المالي حيكون طبيعي الفرص اللي ممكن تحصلون عليها من يعني مادة تكون إن شاء الله من خلال بيع أو شراء إلى آخره هذه السنة لك من نص السابع تقريبا خلينا نقول وصاعدا تكون عندك سنة إيجابية في مجال الشراكة الزواج هذه الأمور تكون عندك فرص إيجابية إذا أنت متزوج تعزز علاقتك تقويها أكثر يعني إذا بالنسبة للعزاب تكون عندهم فرص إيجابية كثيرة من ناحية الارتباط العاطفي والزواج إلى آخره هذه وبنفس الوقت بالنسبة يعني ممكن توقعون على عقد يكون حلو تستفادون منه في وقت لاحق عندك سؤال آخر أخ رياض ألو انقطع ناخذ اتصال هاتف آخر ألو ألو نعم ألو بقالة من خبرك شبك الليل منو جاية على الخط الساعة منو جاية على الخط عزيزة يا مواليد يا مواليد عزيزة ألو أسمعك عزيزة يا مواليد 66 أي سنة العفو أي ساعة؟ الساعة 5 مساء بالجزائر 5 مساء 29/9/66 لحظة عزيزة تسعة وعشرين 1966 طالع الحوت عزيزي طالع الحوت انت من مواليد برج الميزان وطالع الحوت عند السؤال محدد غير يعني عدد طالع صوتك مو واضح عزيزة والله مدى اسمعي زين آسف عزيزة والله صوتك يعني ما أعرف الخط مو واضح كان ناخذ اتصال هاتفي آخر ألو ألو نعم ألو 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 مساء الخير أهلا وسهلا منو جاية ألو مساء الخير منو جاية إذا أمكن سمعيني من التليفون بلا زحمة عليك بشرة كريم نعم بشرة كريم بشرة أهلا وسهلا بشرة يا مواليد بشرى سمعيني من التليفون بلا زحمة عليك حتى لين قطع الخط عندي مواليد 5/9/1900
خمسة تسعة ستة وتسعين صح؟ بشرة خمسة تسعة ستة وتسعين أوكي، هذا من مواليد برج العذراء. شنو السؤال بالتحديد؟ بشرة سمعيني من التليفون بلس. هذا من مواليد برج العذراء، أرقامه 3 و 5. هذا بصورة عامة يعتبر إنسان محظوظ، يعني أفضل من غيره، من النوع اللي جدا جدا ذكي. هذه بس الشيء الوحيد اللي عندهم خلال هذه السنة الدراسية اللي هم بيها لازم يجتهدون أكثر من اللازم. طلاب المدارس بشكل خاص مواليد برج العذراء يتوجب عليهم الاجتهاد أكثر في مجال الدراسة في سبيل تحقيق النجاح المطلوب، على اعتبار أنه صار سنتين عندهم كوكب صعب في مجال الموجود في بيت الدراسة، فبالتالي يضغط عليهم فيجب عليهم أن يجتهدون. باقي الأمور حياتهم عادية طبيعية إن شاء الله. بشرى ألو 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 نعم. مشاهدين الكرام، اللي يحب يشارك في البرنامج يقدر، مثلا اللي ما يقدر يحصل الأرقام الهاتف أو الاتصال في على الهواء مباشرة يقدر يشارك من خلال صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية. يوجه سؤاله من خلال الرسائل فقط، يكتب رسالة وإن شاء الله أنا بأقرب فرصة أجاوب على كل الرسائل اللي هي تجيني. وناخذ اتصال هاتفي. ألو ألو نعم. إذا مشاهدينا الكرام، نصل بكم الآن إلى أبرز المجالات التي تشغل كل منا خلال هذا الأسبوع حسب برجه، ونبدأ مع مواليد برج الحمل. ينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل على مسكنكم، يميل أفراد العائلة إلى التعاون معكم. من مساء الاثنين تزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك يجمعكم بأحبائكم، كونوا أكثر تفهما لوجهة نظرهم. من صباح الخميس يتراكم العمل لديكم، لكنكم قادرون على إنجاز قسم ملحوظ منه، لا تهملوا صحتكم. من مساء السبت تنجحون في تدعيم شراكتكم سواء في العمل أو العاطفة. الثور تنجحون في مجال الدراسة والامتحانات، منكم من يقوم بسفر قصير، أخ أو جار يقف في صفكم. من مساء الاثنين ينصب اهتمامكم حول ضبط مصالحكم البيتية والعقارية، ابحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بأفراد العائلة. من صباح الخميس تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم، يصلكم خبر سار يتعلق بأحد أولادكم. من مساء السبت تراكم العمل لديكم، تشعرون بالتعب الشديد يسيطر عليكم، اخلدوا إلى راحة. الجوزاء الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي من عمل إضافي، ومنكم من يحصل على هدية أو جائزة. من مساء الاثنين كونوا أكثر صبرا على الطرقات، خاصة أثناء قيادة السيارة داخل المدن، لا تتسرعوا في تصرفاتكم تجاه أخ أو جار. من صباح الخميس تنشغلون في تنظيم أموركم البيتية والعائلية، بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم أو التعامل بعقار ما. من مساء السبت يقف الحظ في صفكم عاطفيا وماليا. السرطان ثقتكم بأنفسكم كبيرة ويعمكم التفاؤل، بادروا إلى خطوة جديدة تدعم من مركزكم الاجتماعي. من مساء الاثنين تلهمكون في ضبط ميزانيتكم، خففوا من نفقات غير ضرورية. من صباح الخميس تنشطون في مجال السفر والاتصالات، الفترة مناسبة لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة. من مساء السبت تفضلون التركيز على مصالحكم البيتية والعائلية. الأسد تشعرون بتراجع في الصحة وتفتقدون رغبتكم في إنجاز الكثير من عملكم، اخلدوا إلى الراحة.
من مساء الاثنين تستعيدون حيويتكم وتنجحون رغم بعض العراقيل في السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم. من صباح الخميس تمت فرصة لمكسب مالي، ولكن يجب الحذر من النفقات المتصاعدة. من مساء السبت كونوا أكثر وعياً على الطرقات، لا سيما أثناء قيادة السيارة داخل المدن. العذراء تنشطون اجتماعياً وتسعدون من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم. منكم من يشارك في حفل زفاف أو مناسبة سعيدة. من مساء الاثنين انتبهوا جيدا إلى صحتكم. من يشعر بأعراض غير اعتيادية يجب أن لا يهمل في الفحص والعلاج. من صباح الخميس تستعيدون عافيتكم وتنجحون في الدفع بمصالحكم. من مساء السبت تتاح الفرصة لمكسب مالي من عمل إضافي، احذروا النفقات. الميزان بيسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل. من مساء الاثنين كونوا أكثر صبراً أثناء التعامل مع الأصدقاء، تجنبوا مواجهة أحدهم. من صباح الخميس تتراجع صحتكم وتفتقدون نشاطكم المعهود، ضعوا سلم أولويات لعملكم الضروري ونظموا جدول غذائكم. خذوا قسطاً كافياً من الراحة. ابتداء من مساء السبت أنتم أكثر نشاطاً وحيوية وقدرة على الدفع بمصالحكم. العقرب تنجحون في سفر واتصال بعيد وتشعرون بقوة العاطفة في حياتكم وتجاوب أحبائكم معكم وخبر سار في طريقه إليكم. من مساء الاثنين حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وكونوا أكثر صبرا أثناء التعامل مع المسؤولين. من صباح الخميس تسعدون من لقاء الأصدقاء، بوسعكم تحقيق رغبة وأمنية بمساعدة أحدهم. منكم من يشارك في مناسبة سعيدة. من مساء السبت انتبهوا جيدا إلى صحتكم. من يشعر بأعراض غير اعتيادية يجب أن لا يهمل في الفحص والعلاج. القوس تنهمكون في عادة تنظيم أموركم المالية، والفرصة متاحة لمكسب مالي من شراكة أو تعويض. من مساء الاثنين كونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة في السفر بين المدن. من صباح الخميس تمت فرصة لمن يبحث عن عمل، ومن يعمل ينجح في الدفع بمصالحهم. من مساء السبت انشطون بين الأصدقاء، حاولوا تفهم وجهة نظرهم وتجنبوا مواجهة محتملة مع أحدهم. الجدي يتركز اهتمامكم حول تدعيم شراكتكم الأجواء العاطفية لصالحكم. من مساء الاثنين تنشطون في عادة تنظيم أموركم المالية، تفحصوا حسابا مشتركا وامتنعوا عن نفقات غير ضرورية. صحتكم أو صحة قريب لكم بحاجة للرعاية. من صباح الخميس تنجحون في مجال الدراسة والسفر والاتصالات، لا سيما البعيدة منها. من مساء السبت تتجه أنظاركم نحو عملكم ومصالحكم الاجتماعية، تجنبوا مواجهة المسؤولين. الدلو انتبهوا أكثر إلى صحتكم، سيتراكم العمل لديكم. من مساء الاثنين ابحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاء العمل والعاطفة. من صباح الخميس تتاح الفرصة للحصول على مكسب مالي من شراكة أو تعويض أو برنامج ادخار. من مساء السبت كونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن، تشعرون بقوة العاطفة مع أحبائكم. أخيراً الحوت، تشعرون بقوة الحظ عاطفياً ومالياً، يصلكم خبر سار يتعلق بأحد أولادكم، جربوا حظكم بورقة يا نصيب. من مساء الاثنين انتبهوا أكثر إلى صحتكم ولا تبالغوا في جهدكم الجسماني رغم تراكم العمل لديكم. من صباح الخميس تبحثون عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاء العمل والعاطفة والعمل. من مساء السبت تنهمكون في ضبط شؤونكم المالية، ثمة فرصة لمكسب مالي ولكن النفقات عديدة ومتصاعدة.